مساء الخير، باسم مؤسسة المتحف محمود درويش نرحب بكم اليوم كلهم باسمه ولقبه. ضيفنا اليوم ضمن برنامج مبدع في حفل الدرويش الأستاذ والمخرج فتحي عبد الرحمن، الذي يتميز بمسيرة حافلة في العمل الإبداعي المسرحي وكتابة النصوص المسرحية منذ عشرات السنين في بلدان ومحطات مختلفة، بدءا من الأردن إلى مصر إلى العراق لبنان وسوريا، من ثم إلى الأردن وأخيرا إلى فلسطين. أخرج وأعد العديد من الأعمال حول القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني وكذلك القضايا الاجتماعية أثناء وجوده في لبنان. كما أسس في الأردن المسرح الشعبي عام 1990، ومن ثم انتقلت فرقة المسرح الشعبي إلى فلسطين. كانت له بصمات واضحة في مسرح الطفل الفلسطيني كمسرحية الطائر الحزين ومعركة الحواس وعدة مسرحيات أخرى. شاركت أعماله أيضا في العديد من المهرجانات المحلية والعربية وحظيت بجوائز عدة. من أبرز أعماله حفار القبور، حي التنك، اسرق أقل رجاء، الشاطئ الآخر، ورجال في الشمس، وأكيد كمان أعمال أخرى. فيما يلي حوار حول تحديات المسرح الفلسطيني مع المخرج فتحي عبد الرحمن والأستاذ راضي شحاتة. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. بس معلومة ما قلتهاش عن الأستاذ فتحي مهم نقولها، إنه هو بدي يشتغل مسرح من سنة 73 وأنا نفس الشيء، يعني إحنا اثنين تفكيريين مع بعض. نعم صحيح. الصراحة الموضوع اللي إحنا طارحينه كثير يعني مركب، ويمكن في أشياء اللي عم بحكي لي فنان على التغيير، إنه إحنا مشاكلنا يمكنها إبداعية أو سياسية ملحقتنا كل حياتنا كفنانين وملحقة كل أبناء شعبنا. فالتحديات اللي في المسرح هي يعني يمكن أصعب من التحديات الأخرى لكون المسرح هو مجال أنا بعد اليوم في فترتنا هاي اللي هي سياسية معقدة مجال انتحاري، يعني اللي بيشتغل فيه بيتحمل فيه كثير لعدة ظروف، والتحدي بيكون كبير إنه واحد يصمد ويكمل مسيرته المسرحية في ظروف صعبة، يمكن من ناحية إنه إحنا بنمر بمرحلة التحرر الوطني اللي ما وصلناش مثل باقي الشعوب عندنا دولتنا لنبني مسرحنا بدون ما إحنا نكون مقيدين في العمل المحصور وطنيا وسياسيا. أنا بدي أوجه أول شيء للأستاذ صديقي الأستاذ فتحي سؤال اللي هو بخص الجغرافيا اللي إحنا موجودين فيها هنا في الضفة من خلال تواجده. ليش أطلب منه لا يحكي عن المسرح في غزة ولا عن الداخل؟ خلينا أول شيء نبدأ بالنسبة للجو الموجود عندنا. أول شيء الأستاذ فتحي صار له 25 سنة موجود معنا في الداخل هنا في الضفة، ومر مرحلة وتجارب كثيرة في مجال المسرح، طبعا كمخرج وكدراماتور كمان ما قلتهاش، معد مسرحيات، حتى في له تأليف مسرحيات اللي هو نشرها شخص موجود يعني. ففي علاقة أول شيء من ناحية التحديات العينية اليومية عن علاقة المسرح مثلا بالقوانين التشريعات الأنظمة والإجراءات، شو اللي بعيق إنه المسرح يتطور ويتوسع ويصل أكثر؟ ويمكن التحدي الكبير إنه أمام المسرحيين إنه ما بتحس إلا قدموا عرض أو عرضين أو ثلاثة لمسرحية ضخمة، يا بيعرضوها في مهرجان، يا بيعرضوها ثلاث أربع عروض، وبعدين بيبدوا كمان عرض وكمان إنتاج، وإذا في مصاري للإنتاج طبعاً هي مشكلة ثانية. مش في الإنتاج المادي. فياريت تعطينا صورة كمقدمة لإخواننا على أساس نتابع في الحديث. مساء الخير جميعا. أولا بشكركم على الحضور
يعني بهذا الطقس السيء لندوي حول موضوع يعني مألوف وتم تناوله مرات عديدة. وبشكر أيضا زميلي الفنان المبدع راضي شحالة اللي كمان جاي من منطقة بعيدة عشان يعني ساهم بتسليط الضوء يعني على قضايا المسرح اللي إحنا جميعا بنعيشها وبنمارسها وبنعاني منها وبنستمتع فيها كمان، لأنه المسرح هو درب يعني شاق وشيق. شاق لأنه في بلادنا في كثير من العقبات والصعوبات بتواجهه، وشيق لأنه يعني كأنه one way اللي بدخل عن إيمان وصدق يعني تذكرة واحدة يعني بروح فيه وبرجعش للآخر، وإحنا أظن منتبعون للآخر يعني مش راح نرجع بهالعمر. مدمنين عليه، أدمنا واعتدنا يعني. وحتى ما نجلد حالنا كثير يعني إحنا الحقيقة حياتنا وتجربتنا المسرحية كانت ثرية وغنية ومتنوعة، فيها كثير من البهجة وفيها كثير من التجارب المميزة اللي أنا بعتقد لو إنسان ما اشتغلش في المسرح ممكن ما يتعرضش لإلها. وهذا على صعيد سياسي واجتماعي وفكري وفني، يعني كل واحد فينا يعني يستطيع أن يكتب الأفكار اللي براسه، يستطيع أن يعبر عن القضايا اللي بتهمه، وأيضا عنده 7 أو 10 حرف يعني بيقدر يشتغل بالنجارة والحداد هذا كله احنا اكتسبناه من المسرح. واحنا كمان القيمة الأهم، احنا شهاد على عصرنا، وعصرنا المليء بالأحداث الدراماتيكية اللي خلال يعني 70 انت؟ 70 خلال 70 سنة سيرنا شوي خلال 70 سنة عشنا قرنين مرحلتين، خلال 70 سنة عشنا مجموعة حروب، خلال يعني 70 سنة عشنا يعني أوبئة وأشياء يعني غريبة يعني، وانتقلنا يعني من إبرة البابور وبابور الكاز وتسخين المي على الحطب يعني إلى أحدث يعني أنواع التكنولوجيا اللي انعكست في حياتنا الشخصية كأفراد وانعكست على المسرح. فبالتالي إحنا بعتقد إنه سعداء إنه حياتنا كانت ثرية ومميزة رغم قساوتها. فيما يتعلق بالسؤال حول الأنظمة والقوانين والتشريعات، يعني أنا بعتقد إنه إحنا صعب نعمل مقارنة يعني بين وضع المسرحيين في البلد عندنا والمسرحيين في بلدان أخرى، سواء كانت بلدان عربية أو أوروبية. ولكن القوانين والتشريعات لما تكون في أي دولة تقوم على المؤسسات وتقوم على توظيف الفنون يعني في مشروعها التحرري ومشروعها النضالي، التشريعات بتحمي الفنانين وبتحمي الفن نفسه. التشريعات تساهم في التنمية المسرحية والتنمية الفنية والثقافية. غياب التشريعات والقوانين بصير يحكم سواء الأفراد أو المجموعات أو حتى المؤسسات، بصير يحكمها الارتجال ويحكمها الأمزج الشخصية ويحكمها يعني النظرة القصيرة يعني للعمل. وعشان هيك يعني كلكم تعرفوا إنه في فنانين بعمرنا وأكبر منا يعني لما وصلوا بسن الشيخوخة يعني لم يجدوا في حياتهم لا تأمين صحي ولا تأمين اجتماعي ولا اهتمام يعني يكافئ تضحياتهم طول العمر في الدفاع عن قضية الفن وعن قضاياهم الوطنية والإنسانية. فأيضا الجهود اللي بيقدموها الفنانين يعني هي بالغالب يعني محكومة لاجتهاد الفنان نفسه، اجتهاد الفنان اللي بيحاول يوصل يعني أفكاره من خلال الأنشطة المسرحية أو الإنتاج المسرحي أو العروض المسرحية، واللي هي بيحكمها روح المغامرة، اللي بيحكمها يعني الرغبة بإثبات القدرة
على توصيل أفكار وعلى إسعاد الناس وتقديم شيء يعني ممتع ومفيد ومسلي. لكن غياب القوانين ما عم بعمل أي حماية للفنان، يعني لا في صبا وشبابه ولا في شيخوخته. وبالتالي القوانين والأنظمة اللي بتكون موجودة وبتمنح كل إنسان ما يساعده على أن يكون عنده يعني كرامته محفوظة وأن يكون صحياً واجتماعياً يعني في من يسنده، وفي نفس الوقت أنه هو بمارس مهنته أو إبداعه بسعادة وبمتعة وبنوع من الثقة والشعور بأنه عم بيقدم للبلد. إحنا عدد القوانين والتشريعات اللي بتحمي الفن والفنانين عندنا كتير محدودة، وأنا بعتقد يعني أنا الوقت مش عشاننا، عشان الجيل اللي بعدنا، أن يكون هنالك قوانين وتشريعات وأن يكون هناك نضال حقيقي لسن هاي القوانين والتشريعات. مرات سن القوانين والتشريعات بترتب عليه التزامات كبيرة، أولها التزامات إلى علاقة يعني بالمسألة الديمقراطية، الحق بالتعبير، حق الفنانين بالتعبير، اللي يحكوا اللي بدهم إياه. أحياناً ترتب عليهم مسائل مالية، أن يكون في يعني رواتب أو يكون في بالشيخوخة يكون في لهم يعني تعويض مالي أو صحي أو لعلاجهم الصحي والإشي الضمان الاجتماعي. القوانين أيضاً بتنظم المسألة وبطل يعني كل واحد يعني بيشتغل في مؤسسة أو يقود مؤسسة في مرحلة ما يتحكم بالعمل الثقافي بالبلد، يعني يمنح من يشاء ويحرم من يشاء لأنه هو الآن يعني في موقع السلطة. وهذه الفوضى يعني أنا بعتقد أنه بنظمها وجود هذه القوانين وبنظمها وجود نقابة حقيقية ديمقراطية، يعني مش نقابة من فوق، لا يعني بنتخبوها الفنانين أنفسهم. بهذا المعنى يعني كأنه إحنا كل مرة بس نتناقش بنكتشف إنه إحنا لسه يعني في البدايات فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات. مش عارف أنا يعني تحديات أنت تتحدى أنت يعني ليش يعني المسرح يعني مين بتحدى؟ إنه المسرح هو يعيش في منطقة جغرافية ضيقة، يعني أنا لما بفتح التلفزيون وبشوف هل هو فن حب الانتشار مثل باقي الفنون ولا هو فن مغلق لإليت أو لجغرافيا معينة؟ إليت يعني النخبة، يعني أنا لما بشوف مثلاً مسلسل سوري أو فيلم سوري مو أنواع سورية، بس الفنانين اللي موجودين فيه أنا عرفتهم من خلال وسائل الميديا الأخرى، واللي اشتغلوا منه المسرح أنا مش بتنش بيشتغلوا مسرح لأنه مش موجودين في جغرافيا تبعتي. فعمليا التحدي الأكبر أطرح عليك السؤال إنه يعني أنا بحكيلك عني شخصيا، مثلا أنا من 73 بشتغل مسرح، وأقولك الصراحة أنا إجر لقدام وإجر لورا كل الوقت متردد إنه أكمل ولا أكملش. النقطة اللي قالها فتحي إنه بصير إدمان بصير حب بالرغم من إنه هو مجال متعب وممكن المجالات الأخرى عم تنجح أكثر، فهل أنا بدي أستكفي مثلا في الضيق تبعه ولا إذا هو مجال انتشار أنا حابب كمان أنا أنتشر مثل السينمائيين أو التلفزيونيين أو المذيعين الآخرين؟ فبالتالي كمان فوق الطين بلة إنه إحنا موجودين في ظرف إنه كيف نحن نصرف في ظروف سياسية معقدة اللي بعدها ما حصلناش على استقلالنا الوطني، اللي أنا موجود في الجليل وذاك موجود في غزة وذاك موجود في الشتات وذاك موجود في الضفة وذاك موجود في القدس ومش عم نشوف بعض، يعني كمان عم تضيق الجغرافيا أكثر وأكثر. ليش نعمل مسرح؟ نعمل مسرح لأنه المسرح يعني أداة شديدة الأهمية، يرافع قوية يعني من أجل الحياة، من أجل الناس، من أجل المتعة، ومن أجل الحلم أو الهدف بتغيير الواقع. إحنا كلنا بنحلم كفنانين إنه نغير هذا الواقع من حالته السيئة أو الضعيفة إلى حالة يعني جيدة وعظيمة. ويمكن لهلا بتذكر أول ما رحت على منظمة التحرير
وأنا شاب صغير مخلص جامعة بقول لهم أنا جاي أشتغل مسرح. فضحكوا، ضحك المسؤول، أبو العلاء أنت مش واحد منهم، أنت ما ضحكت، أنت بالعكس قلت لي هاي مسرح وتعال أشتغل في بيروت. بس المسؤول الآخر ضحك، قال إحنا عندنا إعلام، عندنا كفاح مسلح، عندنا أشياء كثيرة يعني، بس مسرح بدك تشتغل مسرح اشتغل، يعني ما بمنعك روح اشتغل، يعني معنى اشتغل لحالك. وبتذكر لما أجيت على وزارة الثقافة الوزير آنذاك سألني شو بدك تعمل؟ قلت له بدي أعمل مسرح وبدي أعمل أكاديمية فنية يكون فيها مسرح. حكى لي إنه الإعلام أهم، الإعلام أهم مليون مرة من المسرح. المسرح كم واحد بشوفه؟ إذا بتعمل عرض مسرحي بشوفه 100، بشوفه 1000، 2000، 5000. بس أنا إذا بعمل مقابلة تلفزيونية بشوفوها ملايين، وبالتالي يعني هذا مش مشروع نفكر فيه. للأسف يعني هي النظرة يعني ما زالت يعني مستمرة، يعني لهلا إحنا ما عندنا يعني معهد المسرح أو أكاديمية فنون بالمعنى الحقيقي يعني. وبنفس الوقت بتم النظر للمسرح يعني الضلع القاصر الضعيف اللي أكثر فن، على رأي زميلي أستاذ راضي إنه الفن بيظلم أهله، يعني بدخل بالمسرح يعني بظلم حاله سلف مسبقا يعني إنه قرر يشتغل بالمسرح. ولكن هاي النظرة أنا برأيي مش لازم تكون نظرة متشائمة، لأنه يعني لولا يعني هذا الكفاح والإصرار يعني من جانب المسرحيين يعني كان ما في هاي الحركة التي عم تندعش، يعني شفناها آخر شيء يعني خلال هذا العقد الأخير، العديد من الفرق والكثير من الإنتاجات والتجارب المسرحية والفنية. وهذا يدلل على أنه يعني إذا إحنا بنبذر إشي جيد يعني راح يكون في نبت جيد. إذا إحنا بنترك للأجيال اللي بعدنا شيطان المسرح يلعب في راسهم، يعني هم ممكن يكون زمانهم يعني أفضل وإمكاناتهم تكون أعلى منا، على اعتبار أنه إحنا نتوارث الخبرة والتجربة والأحلام نفسها يعني اللي كلنا بنعمل بالمسرح. فمظبوط أنه المسرح هو موجود في مكان يعني صعب، والعاملين فيه يعني هم مقاتلين، يعني هم كتيبة مقاتلين للدفاع يعني عن هذا الفن اللي يمكن عمره 3000-4000 سنة حتى الآن، ولكن هو أكثر فن يظلم من ناحية الاهتمام والرعاية والدعم وتوفير كل الشروط اللي بتخلي له دور. في بلاد أخرى يعني عشان حدا يحضر مسرحية لازم يحجز بطاقته قبل بشهر، قبل بشهرين، والفنانين بعيشوا من وراء المسرح ومش بحاجة ل يعني أي حدا يعني يدعمهم، هم بدعموا أنفسهم من خلال فنهم. إحنا حتى الآن نستجدي الجمهور عشان يحضر عرض مسرحي، ونستجدي الجمهور عشان يجي يحضر ندوة مسرحية، ونستجدي كل شيء يعني عشان نقول للناس إنه هذا إشي جميل وإشي رائع المسرح. فبالتالي يعني ما في خيار أمامنا، يعني إحنا دخلنا في هذا دخلنا فيه واستمتعنا يعني في أن نخوض معركته. يعني المضبوط، أكمل بس شوي في هذه الفكرة بعدين ننتقل لشيء ثاني. هل المسرح، هل الجمهور بحنا فينا يعني كمسرحيين التحديات اللي عم بحكيها يعني إذا أنت بدك تعمل مسرحية للكبار وتجذب الناس، أنا بفكر أي حفل موسيقي يروح عليه الناس في الآلاف، مسرحية مضمونة تعيش يمكن تنعمل صلها دعاية لأنها تنجح 20-12 عرض. الناس عم تكش مش عم تزيد نسبيا، مضبوط في ناس أكثر صار من أيام زمان، بس أنت في عندك هنا التحدي، عم نحكي عن التحديات، في عندك شغلة خطيرة عم تصير إنه انشغالات الناس في ثورة الميديا اللي صارت أكثر، صار الواحد 1000 شغلة حواليه يشوفها
غير انه يقرا كتاب او يشوف مسرحيه. يقعد في البيت يشوف كل شيء، يشوف على شاشه سينما كبيره في البيت بدون ما يروح على سينما، يفتح اللابتوب، يفتح الكمبيوتر، يفتح الموبايل تبعه. فبالتالي التحدي انك انت تفوت في هذا المجال انك تجذب الناس اليك، يمكن بديش اكون متشائم، بيكون اصعب عليك انك انت تجذب الكفار باقليتهم، يعني كانه في نخبه تجذبهم تيجي يشوفوه. واكثر مسرح ناجح اليوم بيستمر كثير هو مسرح الجمهور الجاهز، مش مسرح الجمهور المدعو، اللي هو جمهور الاطفال. انت بتروح تحضر تعرض مسرحيتك لالاف الاطفال اللي هن انت عم تربيهم، ان كانوا مسرح كليه بتربيهم. بس انت عم تروح على جمهور جاهز مش بعيد تيجي يشوف مسرح. وهي فرصه منيحه انك تغير مضبوط وتاسس، ولكن هذا هو الجمهور الوحيد اللي هو مش نخبوي. لاحظوا الجمهور الوحيد اللي هو مش نخبوي. الكبار جمهور نخبوي بيجوا او مسايره او بيحب المسرح او انه يدمن مثل الفرقه بس هن قلائل جدا. ولكن ليش الناس عم تكش استاذ فتحي؟ ليش الناس بتكش؟ يمكن يمكن القماش تبعهم بكش. هي مسألة حضارية ومسألة ثقافية في أي مجتمع. يعني ليش هذا المجتمع في مسرح وفي جمهور مسرحي وفي تساير باستمرار، وفي هذا البلد الجمهور يعني أقلية كثير. الفرق بين نظامين ودولتين فهمهم للحياة وفهمهم لمجتمعهم وفهمهم للتنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في البلد، كيف ينمو جمهور، كيف ينمو الثقافة في المجتمع. بس أنا بحكي عن تجارب بسيطة. يعني أنا بالأردن عامل حوالي 1200 عرض مسرحي للأطفال. 1200 عرض مسرحي يعني يكاد يكون أنه فيش طفل في الأردن من التسعينات لل 95 ما حضرش مسرحية أنا عملها من المسرحيات. على فكرة أستاذ فتحي من مؤسسين مسرح الطفل في الأردن، واحد من المؤسسين. نعم صحيح، هذا سنة التسعين. بس بدي أحكي إنه لما يكون القانون يسمح بإنه الأطفال يحضروا بالسنة أربع مسرحيات، طلاب المدارس مسموح لهم يحضروا أربع مسرحيات، والفرق الفنية والمسرحيين بأخذوا إجازات وبقدروا يدخلوا على أي مدرسة ويأخذوا موافقة المدير ويعملوا عرض. إحنا من 25 سنة لم ينجح يعني لا مسؤول ولا فنان ولا فرقة أنهم يأخذوا موافقة لنقدم عروض مسرحية لطلاب المدارس. نعم، عشان هيك أنا بحس أنه أنا فقدت أسلحتي في مجال مسرح الطفل، ما أقدرش أدخل أي مدرسة، ما أقدرش أعمل عروض مسرحية. طيب لما يكون أنا عندي القانون بيسمح أنه الأطفال يشوفوا مسرح، ولما يكون عندي في المنهاج يعني في حصة للمسرح بالأسبوع مرة والأسبوعين مرة، ولما يكون عندي بالجامعة في أندية مسرحية وفي تشجيع، وعندي كلية للمسرح أو أكاديمية للمسرح، أنا خلال 5 سنوات راح يصير في انقلاب بالبلد اتجاه المسرح. بدك تضيف لإله وسائل الإعلام والتلفزيونات والصحافة والكذا، إنها دائما بتغطي أخبار المسرحيات والمسرحيين والفنانين إلى آخره. غياب هاي الأدوات التي تساعد على تنمية مسرحية يعني يجعل المسرح كما هو كما تشاهدون بعينكم، خليه يعني لسه يعني حلقة ضعيفة. مين اللي يعني راح يهتم بالموضوع؟ أنا شوي بدي أقول إنه إحنا مش لازم نتشكى لبعض، إحنا عارفين المشاكل تبعت المسرح، بس بعرفش المسؤولين القائمين على يعني تنمية الثقافة والفنون في البلد يعني بسمعوا. حتى إذا بسمعوا، حتى إذا بيعرفوا، هل هناك تمكين لإلهم إنه يعملوا خطط تنموية لتطوير المسرح والفنون الأخرى؟ أنا بدي أحكي لك ما في. على سبيل المثال وزراء الثقافة جميعا من حد ما تأسست السلطة حتى الآن ما كان عندهم موازنات حقيقية يستطيعوا يحطوا يعني خطة تنموية لقطاع من القطاعات. دائما الموازنة
طوارئ يعني محدودة لنشاط لفعل، لكن أحط خطة مثلا لخمس سنوات يعني غير موجود. طبعا يعني عندهم أشغال وقضايا مهمة، ولكن الثقافة هي بالذيل، ذيل الاهتمامات. ليش ذيل الاهتمامات؟ مش بس من الموازنة، كمان من غياب التشريعات، كمان من غياب بخطاب التكليف. لما بعينه رئيس وزراء يعني بيحكي شو بده يعمل فترة ولايته، يعني طوال سنوات طويلة ما كانت ترد الثقافة بخطاب التكليف، على اعتبار أن الثقافة مش شيء حلقة مهمة. أيضا خلال السنوات الطويلة دائما كانت وزارة الثقافة هي الحلقة الأضعف بالحكومة، وكانت دائما تمنح للفصيل أو التنظيم يعني الأضعف في منظمة التحرير كنوع من الاسترضاء، على اعتبار أنه المالية والداخلية والخارجية والتربية والتعليم هاي يعني وزارات مهمة، لكن الثقافة ممكن تعطى لأي كان. بالتالي إحنا ما نتوقع أنه فجأة يصير في عنا تنمية مسرحية. صح إحنا مش لازم نستسلم، بس إحنا لازم شوية نكون شايفين الصورة على حقيقتها. الصورة على حقيقتها معناش بيوت للمسرح في غالبية المحافظات. عندنا قاعات مسرح في مدينتين ثلاث، وهم أشبه بملكية يا إما لأشخاص يا إما لمؤسسة يا إما لبلدية، بتم التحكم فيهم بطريقة كمان بتحبط المسرحيين إنهم يشتغلوا مسرح. يعني إذا أنا بحكي تركي بن عبد العزيز في نابلس قاعة مسرح جيدة، إذا بحكي نسيب شاهين في جامعة بير زيت، إذا بحكي الهلال في مؤسسة الهلال، إذا بحكي كل هاي القاعات، لما مثلا بطلبوا أجرة العرض المسرحي 1500 دولار ل 3000 دولار، ما هو المسرحي يعني لو عبى المسرح على الآخر ولو دفع كل الناس تذاكر ما بجمعوا المبلغ عشان ندفع أجرة المسرح. بالتالي هي أشبه بمتاحف اسمها مسرح. بيجي الضيف، بيجي حدا أجنبي، بأخذوه على قاعة المسرح، بشوف تركي بن عبد العزيز جامعة حضارية، بشوف الهلال يعني مؤسسة حضارية فيها مسرح مهم، لكن المسرحيين لا ينتفعون من هاي الفضاءات، وأيضا الجمهور لا ينتفع من هذه الفضاءات. غياب بيوت مسرحية في المحافظات وفي البلدات الصغيرة أيضا يساهم بأن المسرح يظل في ذيل الاهتمام الثقافي. عشان هيك الموضوع بده كفاح حقيقي وكفاح طويل، بس المخاطبة لازم تكون مش بناتنا احنا كمسرحيين، احنا عارفين كل الطبخة، بس بدها مخاطبة يعني لمن يمتلك القرار. التحدي اللي عم بثير تساؤل من خلال حكيك، التحدي اللي صعب اللي عم بفكر فيه انا، انه احنا في 73 لما بدينا نشتغل مسرح كنا نقدر نتطوع، يعني يقدر الواحد يكون طالب جامعة او يشتغل شغله ويشتغل مسرح. بعدين تطورت الامور شوي شوي، صار عندنا محترفين يتعلموا في الجامعة، مخرجين، مصممين ديكور، ازياء، ممثلين، وحتى صار سينوغرافيين ودراماتورجيا ومكياج، صار يطلع عندنا طاقات تجنن يعني. بس ما قدر يتطور. نجي هون لمسألة إنه المسرح هو مجال اللي بدك تعيش فنان، هذا التحدي اللي عم بحكي جاي، بدك تعيش فنان، ليش كل اللي قاعد تطوع؟ قاعد تشتغل ببلاش، وبده يعيش، انت عايش نظام رأسمالي اللي انت بتدفعش فاتوره بتنعكس. عندك فواتير كثير اللي بتدفعها، عندك اولادك، عندك بيتك، عندك مشاكل في الشخصيه. في الناحيه الماديه نيجي لهذا السؤال، يعني في ظروف فنان بيشتغل في نطاق دولته المستقله، التحرر الوطني صار جاهز، شعبه له حدوده، له مواصفاته، له قوانينه، له تشريعاته، له دولته، له رئاسته، له كل شيء. يعني بحكي لي واحد بيقول لي في محل في فرنسا، بعرف وين في باريس، بيقول لي في مسرح بدفع 50 معاش ل 50 ممثل بس يقعدوا في المسرح
يستنوا تنجيهم يوزعوا عليهم الادوار عشان ينتجوا مسرحيات الخمسين. بيجي المخرجين يتبعونهم، بيجي يختاروا من هون من هون من هون، ودائما المصنع شغال. طيب احنا وين احنا؟ هل بيقدر الفنان التحدي القادم اللي بيسألك عنه بيقدر يعيش في ظروف سياسيه قاهره، اجتماعيه قاهره، محرمات دينيه وسياسيه والى اخره، وبده يعمل مسرح ومش قادر يعيش؟ يعني يموت من جوعه ويقول لك انا بحب المسرح، انا بدي اساوي مسرح. فبالتالي انت شو هو يعني المحفز اللي تطير هالإنسان هذا مسار محترف؟ يقول لك عمي انا محترف مش بس هيك. طب هذا المحترف انا عليه شروط ولا حر شو يساوي؟ يعني بيقدر يساوي مسرح انساني في ظروفنا هاي، حرفي جمالي، ويكون منقطع عن قضيته، ما يكونش مسيس مثل باقي المسارح في العالم. يقول لك انا بعمل مسرح جميل لوطني، بعمل باليه، بعمل مسرح حديث ما بعد الحداثه. احنا ما بنقدرش نفكر في هذا الاسلوب. فبالتالي انا شو المغري لاولاد شعبنا اللي صاروا متخرجين وبدهم يعيشوا؟ هل هو حر يساوي ايش مكان عشان يطلع رزقته حتى لو صار مرتزق؟ واحنا بنعرف ان الفنانين ارتزقوا من وراء البحث من لقمه العيش، وشاركوا في فوضى ومسلسل فوضى، وشاركوا في كذا وشاركوا في كذا. طيب هذا الممثل بيقول لك يا عمي انا ممثل، هاي شغلتي. شو التحدي امامنا احنا كمفكرين نقول له لهذا الشخص؟ هل هو ملزم يحمل القضيه على راسه فوق راسه وبده يحرر فلسطين في الفن تبعه وخليه يموت من جوعه، ولا انا شو اعمل له هذا الزلمه؟ شو اعمل له هذا الانسان؟ حل لي قضيه فلسطين تفضل. لما تصير بجلسه رسميه بصير واحد يحافظ على الفاضل عشان ما يردش بجمله مش حلوه. هو السؤال بصير يعني لماذا الفن؟ يعني ليش انا اشتغل بالفن؟ اذا كان الهدف الاسمى انه انا بدي احقق اهداف من اجل احداث تغيير في المجتمع، اذا كانت هاي الوظيفه هي الاساسيه للفن، بصير افكر انا كيف ممكن أقدم إبداعي على خشبة المسرح أو كممثل في وسائل الدراما المختلفة، تلفزيون ولا سينما ولا غيرها. هل أنا آلاتي يعني حرفي يعني بس يعني بعمل أداء يعني، ولا أنا كفنان عندي موقف من الإنسان من التاريخ ومن الحياة؟ إذا عندي موقف من الأشياء بصير أفكر إنه دوري كشخص تحت الاحتلال من سنوات طويلة، الهدف الأعلى اللي عندي إن أدافع عن الحقيقة وعن الإنسانية ولب الحقيقة والإنسانية لشعب يتعذب تحت الاحتلال يعني 74 سنة، هو حماية هويته الثقافية وهويته الوطنية. حماية الهوية بتتطلب انه ما احطش جهدي وطاقتي في خدمة الرواية الاخرى المضادة اللي بعملها الاحتلال، لانه اذا حطيت جهدي الابداعي كواحد تقني كواحد ممثل شاطر في خدمة يعني الرواية المضادة، بكون انا تخليت عن هويتي، هويتي الثقافية وهويتي الوطنية، تخليت عن الرواية وصرت جزء من رواية اخرى، وبصير انا يتم استخدامي. شايفين حتى الفلسطينيين هم يشاركونا بوجهة نظرهم، هم لهم موقف من هدول الارهابيين وهدول الناس. يعني انا بعتقد انه مساله الاكل والشرب والرزق يعني هاي الواحد بقدر يجيبها، يعني ببيع بصل بطاطا على عربايه بجيب مصاري. أنا بتذكر بالأردن يعني تم منعي من العمل ومنعي من السفر ومنعي من كل شيء وحجز جواز سفري، لأني عبرت عن فلسطينيتي، يعني ما أضريت بحد ولا اعتديت على يعني حدا.
بس عبرت عن فلسطينيتي فمنعت من كل هاي الأشياء وصرت بدي أشتغل مسرح. أنا ما بقدر ما أشتغل مسرح، أنا فنان. فاضطريت أفتح دراي كلين. بس ممتع إني أكل بنطلون فلان وطنبورة فلانة وحس يعني حدا جسمه إيه وحدا جسمه إيه وحدا القماش تبعه يعني ممكن يخرب بين أداي أكون قلق. ممتع الدراي كلين، ممتع لما بجيب مصاري، ممتع أكثر لما بروح بصرف على مسرحية بدي أناقش فيها قضية الإحباط السياسي للأحزاب الفلسطينية اللي بعد 82 وهزيمة الفلسطينيين في بيروت بعد صمود أسطوري، إنه كيف تفككت كثير من العلاقات الأسرية، كثير من الأزواج انفصلوا عن زوجاتهم لأنه كل واحد صار بده يحمل مسؤولية الهزيمة لحدا تاني. حلو تراكي، بكوي كمان عشان أجيب شوية مصاري وأعمل مسرحية تانية زي الدودة يعني في راسي إنه أنا بدي أحكي عن كذا. الفنان يستطيع أن يحصل على أكل عيشه بطرق مختلفة، لكن يعني أن يأكل عيشه ويتبروز عشان يصير جزء من الرواية الأخرى من رواية المحتل اللي بيمارس الظلم علينا 74 سنة، يعني بعتقد أنه لا، آسف أنا بالغلط، آسف مش راح أعيدها، اكتار عملوها وبعتزلوا. بعتذر وبضحك عليك لأنه بكون عم بعمل كونتراتو لمشروع تاني. شيء يعني يندى له الجبين، لا تستطيع أن تدافع عنه ولا تستطيع أن تناقشه لتقنعه أنه أنت عم تخدم يعني إيش ضد شعب. أنا بقول أنه هذا اسمه ارتزاق رخيص، وارتزاق رخيص مش عشان أشتغل، بس هو بكون عارف أنه هذا غلط ويشارك فيه بافتخار. يعني ما لازم نشجعه، ما لازم نسكت عليه. يعني أنا شايف بحياتي فنانين فعلا كانوا بيشتغلوا مهن بسيطة عشان بدوش يدل نفسه، يعني بسبب موقف سياسي أو غيره. فالهوية يعني هاي خط أحمر، إذا أنا بدي هويتي يعني أعرضها للخطر وروايتي تصير رواية زائفة يعني وتصب في صالح الظالمين، انا لا، يعني بصير خط احمر ولازم اوقف عندي. خليني بس اعقب قبل ما ننتقل للنقطه الاخيره اللي يفتح لي مجال للحكي. بدي احكي لك انا الطرف الاخر اللي بفكر بطريقه اخرى، الفنان المحترف شاطر بيمثل بطريقه جماليه جدا، بيعرف في الكوميديا، الجمهور بحبه لما بيعرض، وبقولوا هذا زمن محترف، هذا صاحب مهنة. وبيجي بقول لك من أحد التحديات اللي احنا بنفكر فيها، أنا ما بدخلش السياسة، أنا مجال المسرح بديش أحرر فلسطين، أنا تعال شوفني وشوف عناصر الفن المسرحي اللي بقدم لك إياها، هل أنا مقصر في واحدة منها؟ مسرحية إنسانية؟ نعم إنسانية. مسرحية فيها عناصر الجمالية، فيها جماليات، نعم فيها جماليات. إحدى أهداف السامية تبعت الفن المسرحي للمسرحيين في العالم. بس أنا خيا تارك الحلول السياسية المباشرة للناس اللي بيعرفوا فيها، اللي بوقفوا على المنابر والرؤساء والثوار والمسلحين والآخرين. أنا قايم في شغلتي. شو لو ضدي؟ شو لو ضدي؟ مش أنا يعني بفكر شو يعني الفن مساحة واسعة وطيف واسع من أشكال الإبداع، وأن يكون عملك يعني يعزز فكرة الإنسانية وفكرة القيم الإيجابية ويقدم جمال ويرتقي بالذائقة الفنية، يعني هاي إحدى الوظائف اللي مطلوبة من الفنان بكل الأحوال. وإذا كنت أنت مبدع أكثر فمسؤوليتك بتكون أعلى مش أدنى. وعشان هيك يعني نرجع لمسألة الهوية. إذا أنت بدك تدافع عن هويتك وتدافع عن كينونتك كشعب يعني يعاني من سنوات طويلة والأجيال طويلة، فأنت بتصير يعني مسألة الإبداع اللي بتقدمه يعني هو مش سلعة للي بدفع،
هو موقف انت بتتبناه وبتحاول انك تتحمل يعني نتائجه بس اذا حولته لسلعة مين بدفع؟ فيعني كلنا راح نصفي عمال بس اسم فنانين عمال فنانين مسرحيين تلفزيونيين كذا، بنروح ندخل على الحاجز قلنديا وبنروح بنصف يعني مين يشغلنا الفوضى، مين يشغلنا كذا، مين يشغلنا مسرحية أطفال. أنا أحكيكم شغلة، مش تشهير أستاذ يوسف الشايب مدير دائرة المسرح في وزارة الثقافة، أخذ إجازة طويلة وراح جوا يدور على شغل عند زطع وين؟ عند مين مكان؟ هو فنان بده يجيب مصاري، راح يدور على شغل مع مين مكان؟ ما لازم السكوت عن هاي المسألة. إحنا لازم نكون بنساند أحلام بعض، بنحمي ظهور بعض، بنحمي بعض، لأن قضيتنا ممكن تنتهي وتدوب إذا تعبنا، إذا انكسرنا. إحنا مش لازم ننكسر، إحنا لازم نضلنا نقاوم، لأن المقاومة هي اللي بتخلي قضيتنا مستمرة. وعشان هيك يعني بده يقدم إشي إنساني وإشي للأطفال، وهو فنان كتير شاطر يعني. يعني هذا يعني مجال اعتزاز وفخر لما يطلع بيننا فنان كويس، بس كمان دوره وبيخدم إيش يعني، كمان هي مهمة يعني. أخيراً، التحدي الأكبر اللي بشوفه في سلسلة التحديات اللي حكينا عنها، إنه في مجال المسرح بتقدرش أنت كإنسان بدك تمارس هذا النوع من الفن، إنك تحرز طموحاتك في نفس قصير. التحدي الكبير إنك أنت يكون مشروع حياة، إنك أنت مش من أول هواته أنا إسا صرت بطل وإسا شوفوني يا عالم وهي اللي احتلت الأندلس وصرت مش عارف إيش. هذا الصعوبة اللي فيها هاي الشغلة، أغلب المسرحيين اللي عاشوا في العالم يعني من هذا المجال، هي قضية تستمر كمشروع حياة مش كإشي مؤقت. وأنا بقول هذول الناس اللي بيقدروا يصمدوا في هذا المجال كمشروع حياة، هذول يعني يعدوا مناضلين كبار، لانه ما دام مستمر وما دام حامل مبدا معين وما دام عم بيحاول يضل كل حياته يحاول انه يصل لمعادله معينه، معناته الف خير من الله. وانا بقول هذا هو التحدي الكبير، انه مش تحدي مؤقت بالرغم من كل الظروف السياسيه والاجتماعيه اللي بمر فيها شعبنا. اذا بتحبوا تشاركونا شوي في البرين ستورم. القيادات تصنع القواعد على شاكلتها. إذا إحنا قياداتنا السياسية يعني الانقسام صار بسببها، مش قادرة تتوحد، فأكيد القواعد سواء كانوا فنانين أو غيرها راح يتأثروا بهذا التمزق يعني، وتوحدهم راح يصير أصعب. في حين لو كان في يعني حدا ماسك كل هال يعني أكيد راح تصير الأمور أسهل. أنا بعتقد فقط الإشي اللي ببلش على أساس خاطئ راح يضل خاطئ. إذا بدنا نتوحد كفنانين بدنا نتوحد على قاعدة صح. هذا جوابي على الشق الأول. والشق الثاني إنه السوشيال ميديا إحنا مش مسكرين يعني مش مغلقين على فكرة قديمة يعني. المسرح عمره 3-4000 سنة وما زال موجود مسرح وموجود عروض وموجود جمهور في عديد من البلدان، موجود مهرجانات الناس بتحضرها. ولما نشأت السينما يعني صار في خطر على المسرح، لما نشأت التلفزيون صار في خطر أكثر، ولما نشأت وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي صار يعني أكثر. فعلاً إحنا نقرر إنه يعني هذا يؤثر من زاوية انشغال الناس بهذا الشكل اللي هو أسهل وأسرع والآخرين، لكن هذا لا يغني ولن يغني عن العرض الحي المباشر على خشبة المسرح، مش راح يغني. ممكن يعني مع الزمن إنه
المسرحيين بالمعنى الحقيقي اللي بيقدموا على خشبة المسرح ممكن يخسروا المعركة، يعني ممكن يخسروها مؤقتا، بس إذا لو يبتكروا وسائل يعني أخرى حديثة يعني تساعدهم أنهم يعني يرجعوا ويكون لهم يعني حضورهم المهم. عشان هيك أنا بعتقد كثير من الفرق المسرحية مش أنه في العالم بلش يوظفوا وسائل التواصل والتكنولوجيا والسينما والاستعداد وكل هالأشياء في أعمالهم المسرحية عشان يلبوا مش رغبة الجمهور، يلبوا حاجة العصر لتوصيل الأفكار والتعبير عنها بشكل أبلغ وأعمق. يعني فهي معركة يعني مستمرة حول الأشكال والتجدد في أشكال المسرح والتنافس بين. أما تحكي لي إنه الفنان مسرحي بيقدر ينافس ميسي ولا بيقدر ينافس محمد محمد صلاح ما بقدر يعني، لأنه تأسس نجومية هذا الفنان على جهود جبارة بالتخطيط وبالفلوس وبالسياسة كلها لتكون الرياضة هي في المقدمة، والرياضة هي يعني شيء لا يقل أهمية عن الفن، ولكن لم يؤسس يعني للمسرح اللبنة الأولى بيت للمسرح. عدد المساجد في البلد عندنا لو أخذنا بس 10% منهم نعمل مسارح العقل كله راح يتغير بالبلد. بس بدي أجاوب يوسف، بس معليش اسمحيلي أجاوب يوسف على سؤال أنت ما جاوبتش اللي هو يوسف. أنت عم تقول لي في السبعينات كان في جمهور مسرح شي كليب؟ لا، أنا من جيل السبعينات، المسرح جمهوره ضيق، جغرافيته ضيقة، لأن كان عندنا أكم من فرقة وأغلبهم كانوا مؤسسين على التطوع مش على الاحتراف، ما كانش عندنا صبايا محترفين وشباب محترفين، كانوا يجوا ناس يشوفوا بس مش كل البلد تجي تشوف، مش كل الناس تعرف المسرح. والأدهى من ذلك اللي صار اليوم في المسرح، انت ما بتقدرش تقارن السبعينات مع عصرنا اليوم مع هسه هاي الفتره اللي المسرح صار شيء ثانوي. انا بديش يأس، بس عم بقول لكم المسرح في ناس بتشوف مسرح بس مش بنفس، اذا كان هو مجال من مجالات الانتشار لفكرك ولانه الناس كثار يشوفوه هو اقل شيء بالنسبه لباقي الاشياء. يعني اعطيك مثل بسيط يوسف، انت كنت موجود في المهرجان اللي كان في القصر، احنا جفيتين جماعه بدنا نفوت على القصر بنشوف مسرحيات، بتشوف جوا في اللوبي شو ملايين الناس تحكي من اخره، بس برا الاف الناس رايحين جايين في السيارات وبيبيعوا وهذاك ما حدا سائل عننا. اغلبيه الشعب اللي وضعه المادي صعب ما بيفكر يروح يشوف مسرحيه ليعيش اولاده، تسوي له عروض ببلاش حتى هو يكون تعبان يقول لك يا عمي انا ما بقدرش بدون حمام في يوم بروح اعيش اولادي. عشان هيك انا بقول المسرح في مجاله الضيق، في جغرافيته الضيقه، في نخبويته مظلوم، الا في مجال المسرح اللي فيه جمهور جالس. بكرر الفكره وهي من خبرتي، يعني انا اللي عم بحكي لكم اياها من استنتاجي من 73 اليوم. مش عم بحبط انا، بس عم نوصف الاشياء علميا، شو هي التحديات اللي بتخلي الواحد صامد اليوم؟ وحكينا عنها يعني، شو بتسالوا يعني؟ لكن اللي بلاحظه انه هذا التكرار وكانه جمهور بحلقه مفرغه، يعني بزيد الطين بله وبيقلبنا وبزعجنا كثير. يعني منذ نشأة المسرح، لما احنا اخترنا المسرح كطريق ونهج وتبنينا المسرح في سبيل طرح قضايانا وهمومنا وطرح كل ما بيجول بخاطرنا وكيف بدنا نبحث لأجل التغيير وكيف بدنا نتناول الأعمال اللي بتشبهنا وشو بدنا نحكي قصصنا وروايتنا وحكايتنا، كان هذا بإرادتنا وبخيارنا، وأخذنا المسرح كوسيلة مقاومة، وبعني بكلمة مقاومة بمفهومها الأشمل والأكبر والأوسع، وكنا فعلا متطوعين ومختارين هذا النهج وهذا الطريق،
والمقاومة بمفهومها الكبير والأشمل هي مقاومة كل القبح، مقابل مقاومة الفساد، مقاومة التخلف، مقاومة كل شيء، هو بكون مقاومة. والناس اللي تبنوا هذا النهج وما زالوا يشتغلوا فيه بشوف التحديات صارت عليهم أصعب أصعب وأصعب. يعني طبعا غياب القاعات اللي حكى عنها فتحي هو شيء مهم كتير كتير، غياب المناهج ووجود المسرح والدراما في المدارس هو مهم كتير كتير كتير، غياب أشياء كتير مهمة. بس أنا المظبوط الإشي اللي كتير بيقلبني وبيضايقني هي غياب الناس اللي عندها انتماء حقيقي للمسرح وحب وعشق وانتماء بمعنى الكلمة وإخلاص ووفاء. كل هاي المفردات غابت عن الفنانين، غابت عن الفنانين وعن المسرحيين الحقيقيين. وأنا معاناتي أكبر الحقيقة من هذا الجانب، أنا عم بفقد التواصل مع زملائي وأحبتي من خلال المسرح والمسرحيين. السؤال اللي سأله يوسف فعلا هو سؤال واقعي وبنسأله كل يوم لحالنا، ليش إحنا لحد هلا مش قادرين نخلق جسم حقيقي حقيقي بمعنى الكلمة؟ ليش لحد هلا فيش، مش بغض النظر عن التسميات، كل التجارب اللي صارت كلها تجارب مزيفة، تجارب كاذبة، تجارب غير حقيقية أبدا، من رابطة لاتحاد المحاولات الأخيرة تاعت النقابة ما كانوا بدهم يتعلموا من أخطائهم المسرحيين، ما كانوا بدهم يتعلموا من أخطائهم أبدا، أجوا للموضوع بشكل فوق من فوق، قعدوا ينتظروا في سلطة مش قادرة تكون موجودة على الأرض بشكل واقعي إنها تعمل لهم نقابة. أنا دائماً بطالب إنهم المسرحيين هم يعملوا جسمهم، هم يحموه، هم يدافعوا عنه، وساعتها بصيروا يقدروا يطالبوا بقوة لسن القوانين والتشريعات وكل هاي المسائل. يعني هذا الموضوع أنا التحدي الأساسي أنا بدعو وبتمنى، مع إنه أنا الحقيقة يعني متأسف أقول إنه أنا خلص فقدت الأمل وعارف طريقي، وحتى لو بمفردي عم ببحث عن سبل وطرق إني أحافظ على استمراريتي وبقائي في العمل من أول خطوة حطيتها على رشد المسرح، وأنا ظلتني مصر إني بدي أضلي ماشي بنفس المبدأ وبنفس النهج وبنفس الشغلات، وهذا المطلوب. وأنا أكثر تحدي عندي وأكثر معاناة وأكثر شغلة هي أنا كيف أقدر أتواصل مع زملائي وأكون حاسس بالأمان والاطمئنان منهم، وكيف فعلاً نحمي الظهور بعض بوجودنا مع بعض، هذا أهم مطلب إلي. قصة الفكرة، شكراً. بس بدي أطمنك إني أول 85 سنة من استعداد، بعدين كل شيء بنسوي. تفضل. الحقيقة أن الطبقة الوسطى هي حاملة الثقافة في أي مجتمع، ليس فقط ليس فقط إنها حاملة الثقافة، وإنما لديها المقدرة. الطبقة الوسطى عادة لديها حتى الإمكانات، وتروح تحضر مسرح وتوقف أولادها وتشوار وكل الحكي يعني يكون في جمهور بطريقة أو بأخرى. وقبل أن نتحدث عن أزمات المسرح والمسرحيين، أول شيء نتحدث عن أصل الجمهور. وين الجمهور؟ السؤال الأساسي برأيي أنا أن انعدام الطبقة الوسطى من حيث المبدأ وربما في مجمل العواصم العربية نتيجة الإفقار، سقوط طبقات المالتي مليارديرز وهبوط الشعب كله إلى فئات فقيرة، هذا غير المشاركة في الأفق الثقافي كله، وليس فقط في المسرح، في المسرح وفي السينما وفي الموسيقى وفي كل هذا، حتى في شمة الهواء والرحلات كله، يعني هذا ألغى، صارت الناس تركض وراء لقمة الخبز في عموم الوطن العربي، مضافا لها بلاوي الاشتباكات والقتل والتدمير في سوريا والعراق وليبيا وكل أنحاء الوطن العربي. المسألة الأخرى والأخطر هو أن المدينة الذي كان من المفترض أن تترك تأثيراتها وبصمتها على المجتمع تريفت مع الأسف الشديد. المدينة لدينا تتريف، دلني على مدينة عربية وأكبرهم القاهرة لم تصبح محكوم بأخلاق الريف المحافظة، والتي ترى في الفن شيء كفر وتخلف ما إلى ذلك. تلك المعادلات التي
صارها أناس يمتلكون المقدرات الهائلة على مستوى السلطة والطمع ويمتلكون المال أيضا وبيقدروا يروحوا يحضروا مباراة كرة القدم في شو اسمه برشلونة ومدريد وبيقدروا يحضروا في موناكو وفي غيرها من العواصم الأخرى بيقدروا مسرح في لندن وكل اللي بالكم منه يعني ويعني ينشرون في كل أنحاء الدنيا وهنا يشجعون كل السياسات المحافظة والمتخلفة لكي تعشش في المجتمع تلك يعني المسألة الأخرى هي تاريخ المدينة الجانب الآخر كان في مرحلة صعود معينة كنا نشوف مسرح صبر وصعود في الكويت الكويت اللي بلد صغير يعني كان في مسرح وكان في العراق في مسرح ويوسف العامي ورؤوف مسعد كان يكتب للمسرح مصريين وعراقيين وكله يعني في كل أنحاء الوطن العربي المسرح الذي هو قيمة استثنائية من بين كل الفنون في صناعة الوعي بشكل مباشر لأنك تنظر إلى الممثل أمامك على المسرح مش بتشوفه من خلال الشاشة ترى بشكل شخصي وترى انفعاله وانت بتتفاعل معه بتصدق له او بتشمئز او 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 يعني تعبر سلبا او ايجابا يخلق هذه العلاقه المباشره لدى الانسان وهذا الجمهور ليس بالضروره انه جمهور واسع جدا ولكنه لم يكن جمهورا ضيقا هذا الجمهور له بصماته وتاثيره من حيث المحتوى الثقافي على المجتمع تاثيره على ابنائه تاثيره في البيئه اللي هو بيعيش فيها طيب المدارس كانت بتقدم مسرح مدرسي الآن لدينا هنا لا أريد الحديث في العموميات العربية حصة المكتب الأردنية يمكن وزارة التربية والتعليم هنالك أنشطة أخرى مرتبطة بذلك منها تعليم بنجارة إعدادة رسم هندسي أي تأهيل العمل المهني والذي هو جزء من تغيير وسائل الإنتاج من أجل تغيير علاقات الإنتاج هذا أدرك أيضا من التربية والتعليم لدينا حصص الرياضة كذلك تقريبا العبوا يا أولاد أو العبوا استغماء يعني والرياضة الآن في العالم كلياته هي جزء ليس فقط من الثقافة بل من الاقتصاد أيضا يعني لنلاحظ الكوارث التي ألمت بالعالم العربي إحنا فوق هذا كلياته تحت احتلال ولا زلنا غير قادرين على تلمس ماذا نريد من الصف الأول الابتدائي؟ كيف نبني الإنسان بالضبط في المدرسة أولاً وكل شيء؟ وكيف يتعاون البيت مع المدرسة في بناء الإنسان؟ وجعله مؤهل لتلقي الثقافة؟ وهناك سؤال يعني أشبه بنكتة طرح مرة على رئيس بلدية لا أريد أن أسميه بده يبيع مركز ثقافي فقالوا يعني هذا مركز ثقافي قال له شو بدك في الثقافة؟ هذا محل تجاري بيجيب لك قرشين للبلد. يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا شكرا. على ابن علاف بس في جملة صغيرة هي مش يعني يعني تساؤل انه اللي انا عم بأثر عليهم كإنسان مسرحي في هي القاعة الصغيرة يعني مش انتم الجمهور قصدي خلال أرضي في برا 1000 وسيلة تأثير عليهم اللي تلغيني يعني بيطلع من المسرحية وبنساني لأنه في أشياء ثانية بتلهيك برا ومقصودة ومش مقصودة تجاريا رأسماليا على حكياتك بس أنا العنصر الأقل تأثيرا لأنه بأثر عليه في هاي اللحظة مضبوط بس هو أقلية في جغرافيا قليلة بس بيطلع لبرا في جغرافيا وسيعة اللي بتخرب له كل التأثير تبعي وهيك بتنبنى المجتمعات الخطيرة اللي انت بتحكي عنها. تفضل. بس قبل ما يعني ارجو انه احنا شوي هيك دخلنا في حالات كل مداخلاتنا كانه يعني على وشك انه تنتهي. ضغط على لا هو ما زال يعني ما زال في مسرح وما زال في شباب بيطلع خشبة المسرح وفي انتاجات وفي نقاشات حتى هاي الجلسة هي جزء من حالة صحية وتبشر بأنه راح يكون الوضع أفضل إذا إحنا هلا في وضع سيء فما حد يحبط كثير يعني وما نشكي كثير إحنا كمان ما نشكيش من وضعنا كثير لا أنا يعني مش عارف شو بدي أرد على رافع بسؤاله
بس واحنا نتفق مع راي احمد نجم الاخ والعلاء انه بكل مرحله في صعود لطبقات وفي انحدار لطبقات. في مرحله صعود البرجوازيه العربيه سواء في مصر او سوريا او غيرها ازدهرت الثقافه. كنت بتروح على القاهره او دمشق عشرات المجلات المتخصصه، كبار الناس اللي بتشتغل في الغناء والموسيقى واللي احنا تربينا على انتاجهم يمكن 20-30 سنه. فتره صعود الوطنيه البرجوازيه ولما فلست خلصت مهمتها وظيفتها بلشنا بالانحدار. فبطلنا نسمع غير هذا اللي حكيت عنه معيش. كويس؟ وسوريا للاسف الان بنفس الشيء. واحنا كمان يعني شوي قريبين قريبين من انه يعني نشوف اشكال الفرجه لانه عندنا جوع للكوميديا للضحك. احنا شعب مأزوم ومحبط وقرفان من السياسه ومن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكل شيء، فاحنا بدنا شيء شوي ترفيهي، بدنا نضحك. وعشان هيك يعني انا بعتقد يعني هي مرحله يعني تعبر عن مرحله يعني هبوط، بس مش هبوط دائما على طول، يعني بعد كل هبوط الا يصير في صعود. فاحنا شركاء بان نخلق هذا الصعود، نكون قوه مثال نخلي هاي الحاله تصعد. يعني هذا الشيء اللي احنا بنحلم فيه واحنا في مجتمعنا قرفان من كل شيء، بعول على من يقوده نحو مستقبل اخر مختلف عن المستقبل هو فيه على صعيد السياسه والثقافه والفن وكل شيء. لما يوسف حكى انه في السبعينات كان الجمهور اوسع واكبر، فحقيقه كان فعلا الجمهور اوسع واكبر، وكان في يعني التفاف حول الاعمال المسرحيه، وكانت الثقه عاليه ما بين المسرحيين وما يقدموه، والمشاهدين كانوا يجوا بلهفه وبتشوق وبتعطش كبير. يعني انا بتذكر المهرجان اللي عملناه في قاعه بلديه رام الله قبل ما تكون قاعه وهي لسها خام احجار وتراب، كانوا الناس على الشبابيك وخارج القاعه على مدار شهر كامل، كل يوم خميس جمعه سبت احد فرقه واحده اللي هي فرقه بلالين قدمت هذا المهرجان، وكان اسمه شهر المسرح والفلكلور الفلسطيني. حتى ما استخدمناش كلمة مهرجان وباقيين محقين، لأنه كلمة مهرجان صارت أنا تعمل لي حساسية وصرت أكره المهرجانات من التشوهات والخربشات اللي بتصير فيها. وكان الجمهور يجي ويشوف حاله ويلاقي الأشياء اللي بتمسه والأشياء اللي بتخصه، لأنه كانت كل الأعمال منسوجة شقفة شقفة ومعمولة لأجله، وكان يشوف أنها فعلا بتعبر عن قضاياه وهمومه، وكان يعتبرها ظاهرة صحية تماما. وعشان هيك كان الجمهور كبير. أنا بلاحظ أنه في السنين الأخيرة مع التمويلات والتمويل هذا المشبوه المشوه اللي الكل راح عليه قال عشان يحل مشكلة الإنتاج والتمويل، ومش عارف أنه هو عمل عملية تخريبية وأساء، وصار عشان هيك يشوف في فجوة ما بينه وبين الإشي اللي بتقدم إله، فهذا خلى الجمهور يبعد ويكش ويقل ويصغر، لأنه لو في ناس لساها بتآمن بأنها شو بدها تطرحه، يعني معناته مهم زي ما طرحوا الشباب نوعية الإشي اللي يقدم إلها علاقة باستقطاب وجذب الجمهور والناس، وهذا المطلوب من المسرح الحقيقي اللي لازم نضل ملتفت إله ومنتبه إله، ومش لازم يعني ينزاح ويبعد عن النهج وعن الخط. قبل ما أجاوبك معلش، المسرح وليد المدينة في مدينة متحضرة وفيها سكان، يعني المسرح بيزدهر فيها في كل العالم. يعني برودواي يعني في أكثر مدينة فيها مال، فيها اقتصاد قوي. عشان تحضر ببرودواي عرض بدك تشتري تذكرة ب 200-500 دولار حسب يعني أي صف تقعد، وبيستقطبوا أهم الفنانين تبعون البوب وتبعون
الرقص تبعه كذا بيجيبوهم على المسرح لانه يعني في صناعه وتجاره وفي دخل وبصنعوا نجوم يعني بيلتقطوا حدا بيعملوه نجم خلال يعني سنه سنتين. مصر لما طلع يعني عادل امام وعشره زيه يعني بالمسرح اللي احنا بنسميه يعني تجاري او جماهيري اللي بدك اياه نختلف على التسميات مش مهم. وفي سوريا دريد لحام والاخوان قنوع، في لبنان شوشو، في الاردن ربيع شهاب وسمعه، وهنا كان شوي هيك عماد فرجين بحاول يعمل يعني هو ممكن يكون في يعني مسرح في اي بلد يكون في شباك تذاكر والناس تروح تحضره، بس لازم يصير في نجم ولازم هذا النجم يكون عنده قدره عاليه موهبه عاليه في الكوميديا والاضحاك وسائل التسليه والترفيه والى اخره، ورسخ حاله في المجتمع والحركة الفنية ويكون عنده فضاء الخاص فيه راح يصير في يعني مسرح شبان. بس بدون يعني ما نوصل هاي المرحلة بصناعة النجم يعني راح يكون صعب، وعشان هيك تلفزيون هو أسرع وسيلة لصناعة النجوم، مسلسلين ثلاث كذا تظهر مواهبه بخده بعمل مسرحية كوميدية ولا آخره. حول الكتابة المسرحية النصوص ما ممكن يطلع كاتب مسرحي سواء جاي من متن الرواية أو الشعر أو غيرها بدون ما يكون منخرط في العملية المسرحية مع فرقة مسرحية عشان يفهم أسرار الكتابة المسرحية، يفهم الممثل كيف بصنع الدور والمخرج كيف بفكر إلى آخره. يعني ما بنزل يعني مخرج هيك يعني من الفراغ. عشان هيك إحنا أغلب اللي كتبوا مسرح عنا وما مشيت يعني أمور نصوصهم مع إنه في ناس عندهم إمكانات كتير جيدة، لأن هم ما انخرطوا يعني بفرق مسرحية، فبالتالي كانت كتاباتهم يعني هي أقرب لأنها تكون قصيدة شعرية أو أدب أو إلى آخره، فما استمروش. يعني حتى أحكي لك يعني عشان أنت تخرج مسرحيات غسان كنفاني يعني بده يكون عندك رؤية إخراجية كتير يعني فيها معالجات فنية يعني حتى تعمل هذا الحضور المهم لإلها، يعني لانه هو جاء من متن الادب اكثر من هو جاء من متن المسرح. ايش السؤال الاخير اللي حكيته؟ عن ذاكره المسرح والتصوير. ذاكره المسرح في يعني جهود مختلفه بذلوها اكثر من حدا يعني حاول يوثقوا للمسرح، وللاسف يعني هذول مش بس بفلسطين، يعني عبد الرؤوف محميد محمد محميد والاستاذ راضي كتب، وشو اسمه جوزي صديق نصر الجوزي في سوريا عمل كتاب عن تاريخ المسرح الفلسطيني، علي فريج بالكويت عمل يعني كتاب يعني كبير في 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 تاريخ المسرح، يعني في جهود عديده انعملت، ولكن ما لم يكن هناك مؤسسه وطنيه تعمل يعني توثيق حقيقي يشاركوا فيه انا اكثر من حدا وكون يعني مرجع موثوق، يعني راح تضل الجهود الفردية حدودها يعني زي اللي أنت بتشوفه. بالنسبة للأخ نضال يعني أنا متكاتل أنا وأربع خمس وزراء حول المسرح المدرسي، وأنا ماخذ وزيرين للثقافة وزيرة باجتماعات مع وزير التربية والتعليم وزيرة التربية والتعليم. الوزير فشل يقنع وزير التربية والتعليم، الوزير اللي ماخذه ما قدرش يقنع. اثنين، أنا استقلت من الوزارة قبل موعد تقاعدي بسبع سنين لأنه يعني ما كنتش قادر أعمل الإشي اللي أنت بدك إياه، يعني كل ما أجي أعمل الإشي اللي بخلي دور الوزارة أكثر فاعلية وأكثر خدمة للفنانين، كل ما أجي أعمله يعني كان في إشي بربطك، يا إما فيش موازنات يا إما القرار مش عارف إيش، أو أنت بتقرر إشي بيجي حدا بعمل قرارات ثانيه بخربط الدنيا. ف يعني توخيت مش السلامه الكرامه، يعني اروح اشتغل يعني بعيدا عن اخر شيء استاذ عادل على الفنانين الجمهور رح يضل في جمهور طول ما الفنانين بيعملوا مسرح وبيعملوا مسرح يعني يستجيب لهموم الناس واحلامهم وكذا رح يضل في جمهور، يعني بقل شوي بكتر شوي يعني، بس اذا المسرحيين
اتقاعدوا ولا تعبوا يعني اكيد مش راح اكون في مسرح. المسألة الاستمرارية والتواصل وطبيعة المدير. شكرا. نجاوب الشغلتين مع بعض. المسرحيات اللي بيحكي عنها استاذ فتحي انا حاضر فيها، يعني مسرحيات المدن الكبيره اللي فيها ملايين البشر، يعني نيويورك هي نفسها اللي فيها 16 مليون بيجي عليها كمان يحضر مسرح من برا وسياحه الى اخره. القاهره فيها 15 مليون، احنا كلنا الفلسطينيين 13 مليون ومشتتين على اربع بقاع. في الخارج انا ولا مره شفت مسرحيه من ربعنا من شعبنا اللي مشتتين في المخيمات وفي برا، ولا مره من ايام ما سكرت غزه شفت مسرحيه غير هذيك المره في المهرجان على فيديو ما سمحوا لي يطلعوا. طب هذول من شعبنا، احنا ولا مره سمح لنا واحنا في الحكواتي لما اجت اوسلو وسكروا على القدس يسمحوا لاهلنا يطلعوا من غزه ومن الضفه يجي يحضرونا، رحنا بنسكر مسرحنا. كلياتنا 13 مليون شرعوط، يعني اللي هن بيطلعوش قد سكان المدن الكبرى. فبالتالي المسرح لما هو موجود في منطقه مدنيه فيها تجمع سكاني، فيها دعايه كبيره، فيها لو اجى حضر من هال 13 مليون 5% بتشغل مسرحيه ثمان سنين مثل عبد الامام وبرودوي وانتاج ضخم. انا منين بقدر اسوي مسرحيه فيها 40 شخص وراقصين الى اخره؟ انتاجات ضخمه ومستعد تدفع 100 دولار وتفوت تشوفها. مسرح احنا مساكين يعني من هاي الناحيه. انا ليش ممنوع اروح اشوف مسرحيه في سوريا وانا من العالم العربي؟ ليش ممنوع اروح اشوف اهلي في الخارج المشتتين بسبب القضيه الفلسطينيه وعملوا مسرحيه على مستوى، ليش انا ممنوع اروح اشوفهم؟ فتصور انت تشتتنا السياسي والجغرافي عم بيطبع حياتنا اللي بتتعلق في سؤالك انت، يعني انه ليش احنا يعني وضعنا بهذه الطريقه؟ شكرا.